عودنا الاتصال بالدكتور صبري طويلة، عضو النقابة العامة لصيادلة مصر. أهلا وسهلا يا دكتور. أهلا بك يا فندم. دكتور، احنا استمعنا لآراء المواطنين، ولكن حاب أعرف من حضرتك أهم الأدوية اللي يوجد بها نقص في السوق ولماذا؟ للأسف أنا ما أقدرش أقول لك مجموعة معينة، لأن للأسف هناك نقص في كل أغلب أنواع الأدوية، وخاصة الحالات المزمنة، أمراض الضغط، أمراض القلب، أمراض السكر، يعني الأمراض المزمنة تحديدا هي لها أبعاد كثيرة. فيعني الدواء زي ما احنا عارفين إن هو يعني وافقنا أبينا، فهو سلعة خاصة ذات طابع خاص تمس كل الأبعاد، البعد الأمن والسياسي والاقتصادي. ولكن للأسف الشديد نحن الآن بقينا في معترك نقول أن الدواء أصبح يعني الابن الضال، كل يتكلم ويتحدث عن الدواء وعنده المبررات، لكن للأسف الشديد عندما يطالعنا الإحصائيات لشركة زي MISI اللي هي شركة مخولة بالإحصائيات في مصر، نجد أن صناعة الدواء انتعشت وترعرعت، وصل معدل أو مبيعات صناعة الدواء في مصر تصل ل 180 مليار جنيه مصري. يعني في آخر 5 سنوات نلاقي أن هناك تواتر وزيادة بمعدل كبير من 70 مليار ل 80 مليار ل 90 ل 100. النصف الأول من 24 محقق أكثر من 95 مليار جنيه مصري. إذن هذا يفضح، عذرا للكلمة، من يقول أن سوق الدواء يخسر. فلما كل هذا الإنتاج إذا قال أن الدواء زاد سعره، هناك جزء مفقود، وهذا الجزء الذي يدعيه الصناعة ويدعيه من حاجز الدواء. فالصناعة بحجم الدواء لا يشاركها منظمات الدواء المدني ويغلى أيديها تحت الحراسة. صادرة مصر التي كانت تتعامل بكل الشفافية محافظة على كل الأبعاد، صناعة الدواء، ووقفنا مع صناعة الدواء، ووقفنا مع إنتاج هيئة مثل هيئة الدواء المصرية، طلبنا على مدار أكثر من 16 عاما لكي يكون هناك كيان مخول له أنه يحافظ على كل الأبعاد التي للأسف الشديد نعاني منها الآن. يعني للأسف الشديد أن تكون هناك منظمات مجتمع مدني يدا مشاركة مع الدولة للنهوض بالدواء. الدواء ليس صناعة الدواء فقط. ازاي يا دكتور؟ تجارة الدواء فقط. كنا هناك دائما نضع قانون 150 وقوة نقابة الصيدلة أن تشارك في وضع السياسات وترى البعد الإنساني والاجتماعي والاقتصادي. كنا عند نقطة متلاقي كل الكيانات للحفاظ على دواء آمن فعال متوفر للمريض المصري المحدود الدخل. الأدوية زادت بأضعاف ولا نجدها. نحن نعاني في صدر من اضطراب. طيب دكتور صبري طويلة، يعني على ما يبدو أنه في مشكلة في الصوت من المصدر. على كل حال أنا بشكر حضرتك على كل المعلومات والتحليلات اللي قدمتها لنا حتى الآن. دكتور صبري طويلة، عضو النقابة العامة لصيادلة مصر.